حل جالخت احسيا لوتا اجيا زيد احسيا لوتا اجيا كليب في الليل مع فرح رجعليكم في كلام في الليل. الناس اللي تابعوا فينا كل هذا الموعد اللي يتواصلوا معكم من توا لعشرة وربعتاش دقيقة حتى للحداش، نحكيوا على قصة الحب الاستثنائية اللي عشتوها في حياتكم واللي ما تواصلتش معاكم في الحاضر. اليوم باش ندقوا على القلب والحب واللي الناس اللي تحبت في فترة ما، وللأسف اليوم ما لقاوش رواحهم عايشين مع حب حياتهم. ثنيتهم كانت مخالفة على قصة الحب اللي هما عاشوها. وباش ناخذوا حاتم معنا على التليفون. حاتم مرحبا بيك. مساء النور وربي يوفقك إن شاء الله. شو أحوالك يا سي حاتم؟ أنا الحمد لله معك شعبك والنبات الحمد لله. حاتم عشت قصة حب؟ أكيد ما عرفت لبتاني طب نتبعكم ديما أما ديما كما نشاركش في حقيقة أي اليوم باش تشارك في قصة الحب. ساعة ليش ما تشاركش معانا؟ ما بساعات ما نتحسنش وساعة تبدأ عندي تحفظات خاطر ما باش عبادي شارك ونعرفهم والواقع شيء والحديث شيرة. أكيد كل واحد عنده تجارب وأكيد نحترمه. كل واحد يكتب حاجة تحصل لك وأنا يسمع وكعو وربي يوفقكم إن شاء الله. يعيشك يا سي حاتم مشكور. إذا اليوم باش تحكي لنا على قصة الحب الاستثنائية اللي عشتها أنت في فترة من فترة حياتك. أي إجا نتفاهموا في حاجة في المطلق راهو حاجة ديما الأغنية ما تتنساش راهي. سامحني؟ ونقل فؤادك حيث شئت من الهوات من حبه إلا. أي حبيب الأول يحكي زيادة راهو. ما الحب إلا من حبيب الأولي. أي تكاو دونك زيد بو أنا ما حبيت وتحبيت وقعدت بريود كبيرة مع بعضنا أنفع مكتب شي مكتوب وخذيت بعضها زوز نساء وما نسيت كيش. أي فهمت دونك حكي زيد كان الود الوغاني والعشرة الوغانية والحب الوغاني ما تنساش زيد. سمحني اليوم أنت كي تحكي لي تقول لي أنا حبيت وتحبيت وتزوجت مرتين لكن مش حب حياتك وأكيد كي تقول لي تزوجت مرتين العلاقة الأولى صار فيها فشل، العلاقة الثانية ما زلت مستمر فيها ولا كيف صار فيها فشل؟ كيف فشل؟ فشل. علاش انا هل... حبي الاولاني ما خديتوش اي حبك الاولاني ما خديتوش علاش قعدت انت يعني مش منه هو زاد بطيته مش منها هي يعني ما استحقتش عليها. اذا انت ما استحقتش عليها وحاب التليفون ونفقدوا بعضنا ونعرف عائلتهم ويعرفوني نكتب اما انا في داخلي ما نسيتهاش. شنو الغلطه اللي عملتها اللي فقدت بها حبيبتك الاوليه؟ يعني قلت لك اني ما استحفظتش عليها، اني ما عرفتش نستحفظ على روحي نستحفظ عليها. هل انت وقعت في المقارنه في الزيجات اللي صارت بعد حبيبتك؟ اي مقارنه كبيره برشا فرق شاسع ما نحب نقارنها خاطر ما تمش حتى وجه مقارنه ما بوكم نحن نقولوا مكتوب وبختي هذاك اللي خذيته وكاهو ما تمش حتى مقارنه معناها. شنو اللي كان عندها الميزه اللي كانت عندها حبيبتك اللي خليتك انت تتعلق بها؟ انا قلت لك العشره وحب قبل كل شيء معناتها تحس بيك انت شنو تحب؟ مش بداني نطلبوا كيفي وهي تطلب كيفي بعض نظروا نطلبوا في بعضنا. تحس بي شنو تحب انا والعكس بالعكس. فهمت؟ وهي تزوجت انا كما قلتوش انا في مرتين وزيد زيد حكايه زيد فهمت. هل انه اليوم باش ما نظلمش بنات الناس معايا زيد باش ما نكذبش اي انا زيد وما حسستهمش اما بيني وبين روحي تبقى هي. حاتم هل اليوم قصه الحب هي اللي تنجح الزواج ولا فما حاجات اخرى تنجم تنجح الزواج بعيدا عن الحب؟ إجا باش نتفقوا في حاجة الحب التقليدي يقدر ينجح 100% خاطر تبني نحب بعد الزواج. أما أنا نحكيك معناتها منطقيا اللي يحب طفلة وتحبه راك باش يعرسوا باش من تكون واقعي معاك 80% تنجح. 80% قلت لي؟ هو حب مصالح معناتها يكون الزوج متبادلين الشعور صحيح 100%. ما فماش كان نفاق وكان هكا قبل الزاق وكا فهمت يعني انا نحب الشخص من ذاته.
وهو يحبني بذاتي لو تنجح العمليه 100%. حاتم شنو هو الحب؟ ملا تنهيدة يا سي حاتم، شنية التنهيدة هذه كلها؟ إذا قلك أختي العزيزة الحب راهو ما تنجمش توصف وراه، حاجة تعيشها تحسها تلمسها. أحكي لي على الإحساس. أنا قلت لك يعني تو مثلا أنت كي تعرف مقابل يحس بيك شنو تحب. أي أنت ودي بالعكس بالعكس يعني حتى لو كنت تكوني دابة على بعضكم شوية. أنا عطيتك إكزومبل خفيف مثلا حاجة خفيفة. أنت تبدا تطلب فيه وهو يطلب فيك وزوج تلقوا بعضكم وكيفاش. لكن الحب ما يختصرش في هذا، أعطيني أكثر تفاصيل. قلت لك حاجة بسيطة. أي قلت لك حاجة بسيطة. أعطيني المش البسيط العميق في في في, في الحب، لأنه أنا اليوم أنا ماذا بيا نعرف شنو هو الحب، ما عرفتش الحب يمكن أنا. نعود نبسطك بحاجة في تيسر باي يعني الحب يختزن في حالتي. انت تشوف روحك فيك الانسان هذاك وهو يشوف روحه فيك. انكم تغزروا في نفس اتجاه، انكم عندكم نفس المبادئ، انكم تغزروا في نفس الاتجاه، انكم ماشيين ثنية واحدة، هل هذا الحب؟ مش قلت لك انا تغزر روحك فيه ويغزر روحه فيك. حتى اذا كان ثم اختلاف احنا عندنا مثلا طوسي يكون كان نحبه ونسقطه ونكره ونقتله لقتله ولا فهمتني. دونك باش نتجاوز انا على عشيري ولا عشيرتي كي نبدا نحبه حاجه حتى تبدا نتجاوزها فهمت. بار كونتر في روحي العمليه هذاك علاش علاش قلت لك انا قبيله 80% عمليه تنجح اذا كان نحبه بعضه من بيته. نذكر 20% من عائلة وذلك المشاكل المادية وكل حاجة ظروف القاسرة صعب تحيط بالأطراف الزوز فهمت. بصفة عامة وحبه وكون شخص يشوف روحه فيك وانت تشوف روحك فيه. فقط حاتم من عرش كنت تحب تحكي على أكثر خصوصيات المرأة اللي حبيتها، هل زوجت ما زلت ما تزوجتش؟ أنا يعني تزوجت وبصغارها وربي هناها ونتمنى عليها تتوزنطان وتتمنى عليها خاطر تزيد نلبسني طيب باش تاخذ رازي عايكتني وقعدنا نحكيو. انت ما تصحبتش عليا تحب تبقى كي خويا تتمنى عليا نتمنى عليك سوا تحبش ما تحبش انا راني في نقال روحي. ويفيكتيفمون وعرفت ونتمنى عليها بالتليفون وتتمنى عليا تعطيك بون كوتي تاعي انا خاطر مرت رازي كمان. ايه هو اللي حكيت تو ما بينتهاش ونتاكدوا ونستسمع فيا خاطر ترقد بكري يوميا. لكن اكيد وقت اللي تكلمها وتكلمك خلصت على زوجها، لانه فما حتى راجل تونسي اليوم يقبل انه مرته تكلم حبيب سابق. فوالا فوالا انا شفت قلت لك انا تو قلت لك انا ثم ربي بالنسبه لي انا في داخلي شو نحس اما كي نحكي معها نحكي معها اختي كما اللي في فقط انا وهي احتراما من ذاتها هي قبل من رجلها. هذا كي نقبل غايه انت تقول تو حتى رجلنا نقبل غايه كان جيت لمرتك كما نقبل الزيت اكيد فهمت. اما انا تم ربي بيني وبينها نحكي معها اختي اما بيني وبين روحي ذيك حاجه. لكن حاتم فقط اخر سؤال ونختم اللقاء معك، الشيء المراه هذيا اكثر مراه حبيتها في حياتك، كيفاش تنجم تعرف روحك انه هذيك غير ما اكثر مراه؟ هل حبيت بعدها اشخاص اخرين ويمكن هل انك متوقع انك غدوه تنجم تحب مراه اكثر منها؟ ايوه الا لا؟ مستحيل الصلاة. أنا مستشفى أنا عمري 52 سنة. تاجر وكانت عندي شركة وخانت في تونس من بنزرت بنكردة. ونجم نكون كتعرف صحنا 800 فصيلة. تبقى هي زيد. أنا كنت عرفت مرتين. أي. تبقى هي زيد حكيتي. مشكور حاتم إنك حكيت على تجربتك. يعيشك. يفضلك يا سي حاتم مشكور. زين نذكركم بأرقامنا 31 380 ألف، 58 550 706، هذوما الأرقام اللي مجرى ذمتكم باش تتفاعلوا معنا. كما قلت لكم اليوم باش ندقوا على القلب اللي حب وتحب، اليوم باش نحكيوا على قصة حب استثنائية وصلت معاكم وإلا ما وصلتش معاكم، تزوجتوا بشخص آخر مش حبكم الأولاني. أكيد اليوم كما سي حاتم يحكي يقول لك أنا حبي الأولاني ما نجمتش
ننساه رغم اللي تزوجت مرة أولى ومرة ثانية، تقعد هي حب حياتي ومستحيل أنا نهار نوصل نحب امرأة أخرى كيفها هي. ناخذو سي صابر معنا على التليفون. سي صابر مرحبا بيك. أنا عسلامة. شو أحوالك يا سيدي؟ يشكرك يا فرح. يعيشك في الدارين. أي ذكرتني توا. مرحبا يا سي صابر. عايشك. أنا باش نحكي لك قصة غريبة شوية. أي قلي. أنا توا عندي تقريبا 33 ولا 33 سنة اللي طلقت. أي 33 سنة اللي طلقت. أي ما عودش حياتك يا سي صابر؟ جميل جميل. ساعات نقول ندخل بعضي، ساعات نقول حب سحر مانيش فاهم. والله العظيم هذه باش نحكي القصه. واحده تعرف عليها في دارنا، اي جابت اختي، اي صدقني تمنوني ولا خلي الامانه بالله ملي ريت هكا حبيتها دوب مليتها كوت فود هكا حبيتها كراش نعيطوا له الكوت فود. اي بربي وصف لنا الكوت فود كيفاش صحيح تحس حاجه تزنزن في وذنيك. شنو هو عشقت عشان خاطر فما العشق زاد عنده دور كبير ياسر. عشقتها وحبيتها وحبيتها تكون جوزتي وتكون شريكة حياتي. اي شنو الحاجة اللي جلبتك فيها المرأة هذه؟ شنو الحاجة اللي جلبتك فيها؟ نظرة عينك قتالة. عيناها بصراحة. اي عيناها سحرتني بها ما شيخ ما يقولوا. اي فهمنا. وانا اخت عمري تقريبا 22 سنه، نزلت الجمعه بنكمل الميليتير نتاعي. باهي نزلت في الجيش. ايه عملت هكا قعدت نحكي انا معاك مده طويله ما في لخص لك انا قعدت نحكي انا معاك تكون معايا في المستوى ونعرس وكذا وكذا. جيني يعطيني بدات تحكي لي واذا انت ما عشقت اذا انت ما تحبنيش انا اللي حبيتها. حب من طرف واحد. الحب من طرف واحد حكايه فارغه. حكايه فارغه. انا كربي يعلم حبيتها بقلب ورب. حكيت ما قلت لها باش نحط لك، شوف باش حطيت لها، قلت لها باش نحطك في بلاصه الام خاطر انا تحرمت من امي صغير خلتني صغير، قلت لها باش نعطيك بلاصه الام. اي بقيت لي مشات معايا وكذا وكذا جابت ولد الامور كلها تقلبت. عرست بها. عرست بها. جبت منها صغير. جبت منها صغير، ولدي عمره 41 سنه حتى. ما شاء الله. اي شو نقول لك يا خيتي؟ احكي لي. وريتني الويل مش الاخر، مين ريتو؟ شو عملت؟ الاخر ما لقيت حتى حل. الحل الوحيد هو الطلاق، وحكايه برشا خاطر عندي منها ولد ما نحبش ندخل في برشا تفاصيل. اي. وانا ولد اصل ديما نخزر نقول ما مالها الا ام ولدي. اصل خاطر ذاك. ويا جميع حتى الولد تعمر في عليه وتعمر في علي وما خليت ما عملت وما خليت ما حكيت وما خليت ما خلت له وما خليت كذا. بورتو ما بعثته له انا عمره 20 سنه. معناتها انت اللي ربيته الولد هذا؟ انا مرت بابا ربيته الله يرحمها، مرت بابا الله يرحمها الله يرحمها. ربيته خير من اولادها مرت بابا. كي توفيت هي قال لي انا ولد اصلي، قال لي بابا باش نمشي بحدا امي، قلت له برا عايت لي حسني مش حتى بابا. صبوري عايك. قال لي شمشي بعد بابا، قلت له شوف انا قديش الدس، قلت له برا هذيك ميمتك وهذيك كذا وفهمته. قلت له راي، قلت له راي عندها شوي عصب في راسها، قلت له حاول كيف السعاده حاول كيف كذا. يمشى بعدها قلبته علي جمله للاسف. لكن نمن بحاجه من اللي فما ربي فيخذي قدام ربي. انا قلت لها نجم نعمل فيك شنو نحب في الدنيا هذه. اما نهار قلت لها اني باش قابله قدام الله النهار العظيم اللي ما نجم حتى بشر يكذب على ربي. اكيد. ربي يعرف القصة من أولها من أخرها. قلت لها طالما تحاسبوا قدام ربي خير. عملت معك برشا خايب رغم اللي أنت حبيتها بكل جوارحك. أه؟ عملت معك برشا خايب. كيفاش برشا خايب؟ قلت لي. أي. ياسر 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 ما نحبش نتكلم خاطر قلت لك. نعرف احتراما لابنك اللي هو صلة الربط بينك انت وياها اكيد، وانا نحترم الحكايه هذه. انا اساسا اليوم نحب نحكي على قصه الحب، لانه انت قلت لي عشقتها المراه هذه، حبيتها من نظره عيونها وحبيتها وخذيتها، لكن اكتشفت في الاخير انه هو حب من طرف واحد وما استمرتش العلاقه. معناتها لابد انه الحب يكون من الطرفين حتى تستمر العلاقه. ابشر نعطيك انا بالضبط. أي. حب ما يخدم تاعك بين الزيق الاكثر ولا الاقل. نتاع وضعيه قدام المجتمع انا متزوجه. خمسه وخمس عليك. خمسه وخمس عليك. للاسف فما نسيت تتزوج من الطريقه هذه.
رغم ولدي صاحبي ربيته انا صاحبي مش ولدي بعثت له قلت لك 20 سنه راجل مشى له قال لي نمشي بعد امي نجم نخليهوش قال لي نمشي بعد امي ولدي نمشي بعدها ونزور فيه كنت نمشي له كل جمعه ويبدي يحكي لي ودي يقول لي بابا صغير صغير انا يحكي لي هكا وهكا 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 وبيه والي يعني حشيك وحشى قدر بلغه اوضح العيوب اللي فيها هي كلها تطفيين لكن ربي هو الموجود ربي هو العالم بكل شيء بي صابر فقط سؤالي ليك انت المراه هذه قلت حبيتها وعشقتها ومن غزرت عينيها اليوم رغم اللي عملته معك ما زلت تحبها والله العظيم لما حبيت باش نكرهها حبيت باش ننتقم منها ما نجمش ما نحكي معك بصراحه اي حبيت منها مره باش نعمل لها عمل ما تعملش بعد ما نجمتش علاش ما نجمتش على خاطر بيناتكم طفل ولا ما نجمتش على خاطرك ما زلت اليوم تحبها صحيح عليه ما برغم ما كرميش نقول انا نزلت هذا ما زلت تحبها رغم السهل ايش يا رضا السهل جمله زيد للاسف فمع بيد يبداو عايشين في نعمه وما يعرفوش النعمه اللي هما عايشين فيها والله العظيم يا اختي فرح كان نحكي لك قلت لي مش الحنصيخ في الترانات وصلت نعمل عليها في نصبة نتاع دم وصلت كنت خرجت لي نزوز خدم راني متعسم توا جيني حتى الخدمة تعمل شوها في الخدمة اقسم بالاله الحكاية طويلة كنت نقعد نحكي لك 200 سنة ما تبغيش الحكاية اما الحمد لله انا اليوم اللي هذا شبيني مازلت راني صغير مازلت نعطي عمري تو عمري 66 سنة قديش 66؟ 66 سنة في مارس نعمل 66 سنة مازلت الحياة قدامك سي صابر تبارك الله ولدك عمره 41 سنة معناتها مازلت شباب والله جاتني 20 اوكازيون والله العظيم جاتني 20 والله جاتني انت اصلا من صوتك باين مازلت صغير نتصور الصوت يعكس الشكل والله حتى الوجه كي ترى برشا نقول لهم على عمري ما يصدقونيش اصحابي وكذا يعيشوا معي والله ما يصدقوني علاش خاطر انا مسعودي تربيتي تي من حن ياسر هذيك الحنه اللي ضرتني يا صابر نقول لك علاش ما تبانش كبير وصوتك ما زلت صغير على خاطر الروح باهيه صحيت طيب ابكى على القلب بالرغم هذاك كله كذا ما نحب ديما ما نحبش نضر حتى بشر قلت لك انا تربيتي تي وديما نسخف على العباد وهكا نحن على العباد يا عمري 5 سنين انا في باب سيقة عمري 65 عمري 5 سنين باب سيقة اول ما خدمت الناس في راجل غريب باب بنات ونرجعوا لباب سيقة عام 60 هذا مش عمري 5 سنين تعرف واحد ماتت العزوز الله يرحمها خلتنا صغار نحن خلت البابا 4 صغار بابا تكب علينا مسكين الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه مخذا علينا مخذا يا صابر الحياة تستمر راي الحياة ما تقف على حتى حد وحتى حد ما يموت على حتى حد راه وعلى خاطر حد لا مزيد نعطيك ضحكة أخرى أنا قلت لهم نهار يوفقوني برشا قلت لهم الحب مشى مع رومي وجليت إي وعنتر وعبلة وقيس وليلى إي أما توا راني نعيش الربط الكل نعيش فيه الحل فوين باب الخضرا راني ربط باب جديد الربط الكل راني درته ومش نقول احتمال ما يوافقونيش ويحبوا يوافقوا ولا ما يوافقوش قليل الحب توا ولا بقله قليله ياسر اكيد اغلبيه حب مصالح اكيد اليوم العقلانيه تغات على المشاعر ورا شختي كلم فيك بالربط راني مش راني 12 مليون تاع تواصل كل خالد مقعدت معاه مقعدت من الصغير حتى 12 مليون الا انا يا صابر يا ذلك انا قلت لك بقله واحد ما جماش انت يا ربي ينورك انا كنت نحكي مع ليلى بالحاج هذه الخاصة نتاعي بالله شو شكلك برحمة والديك اي خويا ليلى شنو حوالها بربي والله الحمد لله لبس عليها اللي نعرف الحمد لله لبس عليها لكن على كل اكيد لكن انت تنجم توصل لها صوتك من المنبر هذا والله يسلم عليها برشا بالله والله يبلغ يسلم عليها برشا يبلغ انا كنت ديما نشارك معها ليلى الله عندي برشا ما سمعتهاش خاطر اي صحيح ان شاء الله ربي معاه وربي يوجهها وانت بزين لذلك اذا وباه ان شاء الله ربي يسترك امين يا رب وبقى عليك الستر اليوم الستر يا فرح امين يا صابر يعيشك يا سيدي وان شاء الله ربي يفتحها في وجهك ويحلك ثنيه لحلوه